يعني هذا يعني الحزب البعث الحقيقة حزب سيء جدا، وهو الذي أذل الشعب السوري، وهو الذي أدخل العلمانية إلى بلادنا وفعل ما فعل فيها. لذلك نحن نكرهه، وبيننا يعني خصومة نتشرف بها، بهذه الخصومة أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم، والذي يكون ولاؤه للبعثيين هذا إنسان يعني خطير جدا، ودينه في خلل.